التوقعات الحديثة خويا مبدئيا كان السيد راه ما ساكنش هنا، ما مستقرش رسمي، يعني كيجي من أكادير تيجيب وليداتو في العطلة تيدوز هنا العطلة هو ولادو. وهذا الويكاند قبل من بعد الويكاند جا لهنا، بات هنا في الدار البيضاء، مشى لطنجة. أنا اللي قطعت ليه التي جي في، خلى سيارته هنا عندي، خلى لي السوارت ومشى لطنجة. من بعد رجع من طنجة اليوم عيط لي قال لي أنا وصلت، راه غنتغدى نتلقى معاك، تغدى في واحد الريستوران هنا في بلفيدير إيميزولا. عيط لي خديت عنده السيارة ديالو دخلتها للباركينغ، والسارود ديال الطوموبيل راه باقي عندي الآن، باقي عندي الآن في الدار، وأصلا دارو بحال داري كما الجيران كاملين ديورهم بحال يعني كندخل أي دار عادي. السبب ديال الحريقة خويا لي شارجونات، هاد الشيء ديال الشينوا، هاد لي شارجون، هاد الأنواع ديال لي شارجون اللي كيشري بقل ثمن، راه هاد الشيء اللي تيوقع. يعني شارجور ما كملاش 45 دقيقة، السيد قال على أساس غيت كيرتاح شوية غيشد الطريق لكادير، حط التليفون باش يتشارجا، فإذا بي عمرت العمارة الدخان ديال العافية. كنت متكي على أساس حيت جا هو من طنجة غيتكاش شوية هنا تقريبا ساعة المكانة، قال لي واحد ساعة المكانة ولا ساعة ونص غنعيط عليك باش تعاوني نهز حوايجي نمشي. من طبيعة الحال كانوا خسائر، كون ما كانش عندنا الساروت، كانت عندي الساروت أنا شخصيا في الدار كانت غتوقع كارثة، لأن السيد الوقيته اللي فاق لقى راسو دار ما بقاش عارف الباب. جاب الله المدام طلعت عندي وحلت، من اللي بان لي الدخان تيخرج من الدار عنده حلت الباب. كان لحد الان باقي، لان التصريح هذا هو اللي غيصرح به، لاننا لحد الان باقي ما عرفش المبلغ تقريبا تقدير ديالو قداش، ولكن الوقيته اللي لقينا الفلوس عطاهم لي في يدي، عطاني الساك راه خديته راه هو عند، ما نقدرش لان الامانه كتبقى امانه، عطاها لي الامانه ما طليتش عليها، انا ما طليتش عليها وما حسبتهاش. هو اللي يمكن يصرح التصريح ديالو شحال المبلغ، واش خاصو شي حاجه، واش ما ضاعت ليه حتى حاجه، خاصو هو يصرح به، حيت انا ما عرفتش المبلغ تقريبا شحال. طبيعه الحال هما اللي لقاو الامانه وطلعنا عندهم، الوقايه المدنيه راه لقيناها وما بغاوش يسلموها حتى شي واحد، حتى طلع مول الدار عطوها لي، قالوا لي شوف الامانه ديالك واش هي هذيك، هو قال لهم هي هذيك، حسبهم وعطاهم ليا في الصاك، راهم عندي باقي الان في الدار.